وينضم إلينا من أسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. علام صباح الخير. في البداية، خلفيات هذا القرار بتجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق أوغلو وسجنه أيضا، ما خلفيات هذا القرار وردود الفعل وأصداؤه أيضا في الأوساط الرسمية التركية؟ محمود، هذا القرار جاء بناء على، طبعا نتحدث هنا عن قرار إزالة العضوية من البرلمان التركي عن هذا العضو في البرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو، يأتي بناء كما تقول السلطات والبرلمان على قرار من المحكمة التركية بإدانته وإصدار حكم عليه بالسجن لأكثر من سنتين بسبب تهم تتعلق بارتباطه بالإرهاب، وهي تهم التي تصدر عادة على القيادات من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وهي المتعلقة بما كما تقول السلطات بالعلاقة مع حزب العمال الكردستاني. يوم أمس تم التصويت وتم صدور هذا القرار، وبذلك وبهذا القرار يصبح عدد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في البرلمان التركي حتى الآن 55 عضوا، وهناك أيضا 9 أعضاء ينتظرون رفع الحصانة البرلمانية عنهم وإزالة العضوية البرلمانية عنهم، وبالتالي سيقل أكثر عدد الأعضاء لهذا الحزب في البرلمان التركي. هذا يأتي ضمن الجدل السياسي القائم الذي طيب تنتقده علام المعارضة. ما يمكن أن تنتهي إليه هذه المحاولات علام من حظر حزب الشعوب الديمقراطية في ضوء التلويح الأمريكي والبيان الأمريكي الذي اعتبر هذه الخطوة ربما تقويض للديمقراطية ومصادرة لحرية التعبير؟ ردود الفعل لدى الحكومة التركية على هذا البيان الأمريكي؟ أول رد فعل رسمي تركي جاء محمود على شكل بيان من الخارجية التركية قبل قليل، قال إن هذه المواقف من الأطراف الدولية المختلفة، وفي هذا إشارة مباشرة إلى الموقف الأمريكي المنتقد وكذلك الموقف الأوروبي المنتقد لهذه التطورات، قال إن هذا تدخل مباشر في الشؤون الداخلية التركية، وإن هذه الإجراءات بحسب بيان الخارجية التركية تمت وفق القانون التركي، سواء ما يتعلق بسحب العضوية من البرلمان من عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي أو طلب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من المدعي العام للمحكمة الإدارية العليا في تركيا. تقول السلطات التركية في بيان الخارجية التركية أنه يتوافق مع القانون بسبب مخالفة هؤلاء لقانون الأحزاب السياسية والقوانين الداخلية ولتأكيد ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني كما جاء في البيان، وطالب بيان الخارجية التركية كل الأطراف بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي بات الأمر في يدها الآن، واعتبرت أن المواقف المختلفة المنتقدة هي تدخل في الشؤون الداخلية وفي العملية القانونية في البلاد. على الطرف الآخر هناك موقف المعارضة الرئيسية في البلاد كان مهم، وعلى لسان رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة قال إنه يجب أن نتخلص أو ننهي مرحلة إنهاء الأحزاب السياسية وإغلاقها إذا ما نقول أن إننا نحترم الديمقراطية ونريد الحفاظ عليها، وبالتالي هو ينتقد إغلاق فكرة أو طلب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من حيث المبدأ لأنه يضر بصورة الديمقراطية في البلاد، ووجه انتقادات حادة لهذا الطلب، وهذا يؤشر إلى الجدل السياسي الواسع بين الجانبين الحكومة والمعارضة في هذا الإطار في تركيا. شكرا علام صبيحات مراسل غد من أسطنبول على كل هذه المعلومات والتفاصيل.